السلام عليكم ورحمة الله. ما قديت الحاني. لا إله إلا الله. خو 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 ولا ولا قوة إلا بالله. خو الصوفي ولا الشين يرحمه إن شاء الله. أي طول حالة في طب زايد. هاي الحكومة الفاشلة. هذا جماعة اللصوص القتلة. وقالوا له بأنه وفاة أخونا طبيعية، بالتالي طالبين من الموريتانيين أنهم يقيسوا طب زايد يساندوا ذي الأسرة. وأنا إن شاء الله بدون أعطيكم تفاصيل درك، نحن ما طلعنا البارح هون المدعي العام وقال بأن الموتنا ما هي طبيعية وما نتوافقنا عليها وهي كامل خلق. حالا جاءوا عيطوا الخوه وتاو اشتقلوا قالوا بأن وفاة أخونا طبيعية، هاي خدعة وكذبة وتناقض وخزو. وانا ان شاء الله بدون اعطيكم الاخبار حالا، حاكمين عصابه من المجرمين يحيى المسومي تم قايس طب زايد، وقولها للسارق زايد، وقولها للتركيا كاملين، وقولها للمنصات، تموا قايسين طب زايد. الراجل راهو قاعد فهم عيطوا له حالا وقالوا له بانه خو لا يدفن والموت طبيعيه. الناس قيروا رايهم، الناس قيروا رايهم، الكلاب قيروا رايهم. وانا ان شاء الله راني جايكم.